طب استاذ احمد، نرجع مره تانية برضو لقانون الايجارات. هل هنا يجوز لمستاجر محل تجاري تمام انه يتنازل لابنه عن المحل ده يعني بدون علم المالك؟ اه يجوز. يجوز؟ يجوز. ازاي بقى؟ يجوز. شوف، طالما هو بيتنازل لحد من اللي هيحصل له الامتداد يجوز يتنازل. القانون سمح بده، انك ممكن تتنازل لابنائك كلهم، ممكن تختار حد من اولادك تتنازل له. فهو ما فيش ما يمنع ده، وحتى ده عندنا في الشقق السكنيه يجوز انك تتنازل. طب لو توفى؟ هو خلاص الابن لا بقى يعني هو كده في حياته ممكن يتنازل له عادي. تمام. طب في حياه الوفاه؟ خلاص الابن بقى خلاص، ما يعني الابناء دول لو مثلا عنده 5 اولاد وتنازل لواحد، الخمسه خرجوا من المحل وفضل الواحد، يبقى هو اللي قاعد وممتد له العلاقه الايجاريه. تمام. اتنازل للخمسه، الخمسه موجودين زي ما هم. اوكي.